شايف الصوره ايه؟ كنت لسه بتكلم على الاوزان، واضح ان الناس يعني واخده بالها من نفسها طبعا. دايما مع العوده، ببقى متوقع ومتخوف لا كده. مش هيبقى زي، خلاص اللعيبه دي عندها نضوج كافيه استاذ احمد للفتره ديت، هم عارفين اللعيبه ان دي شافت الراجل اللي ما شافتوش لعيبه تانية خلاص. كابتن عمر. طبعا طبعا يعني الفتره اللي هم بيتكلموا فيها، بص يمكن انا قلت لحضرتك اوراق اعتماد كل لاعب هتتعاد من جديد تاني لتتعرض على كولر الفتره اللي أكيد جايه، كل واحد فيهم عايز يحجز مكان، كل واحد عايز يقول له انا الاقدر بالمكان. الروح التنافسيه هو الكسبان الوحيد فيها، اسم النادي الاهلي الكسبان الوحيد فيها هو كولر، أيوة ان يبقى عنده روتيشن كبير يدور فيه زي صحيح ما هو عايز في اداء اللعيبه. صحيح، حتى بما فيهم معتز وزعلوك اللي كان بيتكلم يعني احنا عليهم شفنا كريم. معتز محمد، صحيح، شفنا ولد اسماء شكله كتيره مبشر جدا. اللي جاي. الراجل يعني الراجل بص يا صاحبي، الراجل عمل خطه لنفسه مؤقته، هي خطه تقديم اوراق اعتماده. صحيح، اول لما الناس عرفته واقنع مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، انت جددت. احنا ما كناش نعرفه، ما كانش اوراق اعتماده باينه لينا. اوراق اعتماده ظهرت في مباراه السوبر مع الزمالك، وان هو كسب مباراه واحرز هدف برونو سافيو والاهلي خد البطوله. الراجل بعد كده شغله بان، الراجل قعد يدور على من هو اللاعب او الصفقه الناجحه، طلع كولر صفقه نجحت النادي الاهلي في اختيار مدرب كميته ومشروعه يليق على النادي الاهلي في الفتره دي. صحيح.